السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه ايميج اف اكس. الموقع دوت هنكتب برومت ويحوله لنا لصورة. تمام، تقدر تكتب اي حاجة وتقول له كرييت، وممكن تقول له اعمل لي صور تانية لو الصور لو انا ما عجبتكش. تمام، وتقدر بقى تغير في الاجزاء بتاعت الصورة. يعني مثلا ارتست ستوديو اللي احنا كتبناها ممكن نخليها ليفينج روم، كيتشن، بيدروم، نغير فيها زي ما احنا عايزين بالشكل ده. تخيل كمية التفاصيل اللي موجودة عشان بس قلت له ارتست ستوديو بالشكل الجميل دوت. تقدر تنسخها، تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تعمل لها شير، تعمل اديت للايمج بحيث لو انت في جزء معين عايز تغيره. يعني مثلا هنا ممكن نغير مثلا الشباك دوت او الصورة دي. ممكن تقول له مثلا انا عايز مكانها ويندو، مثلا هيبقى في 2 ويندو. مش بنعمل تصميم معماري، احنا بنجرب بس التعديل على الصور. نعمل بالشكل دوت. ممكن بقى تقول له انا عايز اعمل مينيمال او سكتشي. تقدر تحط بعض الاعدادات. تمام، ممكن تقول له مور يبدأ يغير لك. تمام، تقول له مثلا هاي كونتراست وتقول له كرييت، وكل واحدة من دول طبعا تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز عشان تطلع افضل صورة ممكنة. فطلع لنا صورة بالشكل دوت. تشوف بقى افضل صورة فيهم وابدأ بقى ايه، اعمل التعديلات اللي انت عايزها او صيفها زي ما انت عايز. طبعا دي الايمج، في عندي تكست، ممكن ندخل مثلا كلمة ايه، مثلا هلو هلو وورلد، ونقول له ران. عملها لنا بالشكل دوت. طيب، في عندنا الايمج جربناها، تعال نشوف الفيديو. هنا لسه ويت ليست، يعني بتسجل الايميل بتاعك ولما تبدا انها تتفعل للجمهور يبدا ان هو يوريها لك. دي حاجات هم فيديوهات هم عاملينها. تمام، فانا هنضم للويت ليست بحيث ان شاء الله اول ما تبقى في امكانيه نبدا ان احنا نجربه ان شاء الله.